مفيش حد مننا ما يعرفش المطور From Software المشهور بسلاسل ألعاب Soulsborne، وهي اختصار لألعاب Dark Souls و Bloodborne. طبعا اللعبتين غنيين عن التعريف، وخاصة لما نتكلم عن الصعوبة، وده اللي خلى ناس كتير تفتكر ان Sekiro هي استمرار لنفس نوع الألعاب ده، لكن الحقيقة الوضع المرة دي مختلف. أنا عبد الرحمن أحمد من عرب هاردوير، ودي مراجعتنا للعبة Sekiro Shadows Die Twice. المطور From Software بيقدم لنا المرة دي لعبة بتدمج صعوبة وتعقيد ألعاب Souls مع الأكشن والحماس المرتبطين بسلسلة تانية قديمة من نفس المطور، وهي تنشو اللي كانت برضو بتدور أحداثها في اليابان، وقصتها بتدور حوالين شخصيات نينجا في مواجهة أعداء ووحوش صعبة. قصة سيكيرو بتدور حوالين نينجا شينوبي اسمه وولف، مكلف بحماية الأمير الصغير اللي بيواجه مخاطر كتيرة من جماعة ساموراي بسبب سر معين متعلق بدم السلالة الخاصة بالأمير. هنا بيجي دور وولف في حماية الأمير واللي بتتسبب إنه يفقد زراعة. هتتعرف على أحداث القصة من خلال الحوار مع الشخصيات المختلفة واكتشافك وسط اللعب، ومش هتلاقي اللعبة بتديك معلومات كتير عن طريق كاتسينز. أسلوب اللعب في سيكيرو بيميل أكتر لسرعة وحرية الحركة، خصوصا مع ميكانيكيات القفز والجرابلينج هوك اللي بتنوع شكل اللعب وبتديك فرصة أكتر لاستخدام التخفي او الستيلث في مواجهة اعدائك. بل ممكن نقول انك في اوقات كتير هيكون لازم تستخدم التخفي عشان تخفف من كمية الاعداء اللي بتواجههم، فتبدأ تتخلص منهم واحد ورا التاني بدل ما تواجه عدد كبير وتلاقي نفسك بتموت في اول 3 ثواني. مواجهة اكتر من عدوين في نفس الوقت نهايتها شبه محتومة بالموت، لان الجنود العاديين ورغم ان دفاعاتهم ضعيفة الا ان كل واحد منهم عنده القدرة ان يقضي عليك بضربتين واحيانا كمان ضربة واحدة، خصوصا لو بيستخدموا النار او سموم مع السيف. وجود ميكانيكية التخفي مش معناه ابدا ان اللعبة اسهل من العاب سولز، بالعكس اللعبة بتديك تحدي وبتعرفك انها مش سهلة مع اول مواجهة لاول جندي ولحد الوصول للبوس فايتس. القتال في اللعبة ممكن نلخصه في حركات اساسية، هي ضربات بالسيف وصد الضربات ومهارات زراعة الشينوبي والقفز والمناورات. دي الحركات اللي هتلاقي نفسك بتستخدمها دايما في مواجهتك، والتنويع بينهم واستغلال كل حركة أساسي ومهم جدا عشان تقدر تعيش مش بس عشان تكسب. الموت في اللعبة مش بيعاقبك بنفس حدة ألعاب سولز، لكن اللعبة بتقدم ميكانيكية جديدة عبارة عن مرض اسمه دراجون رات، وده مرض بيصيب أي من الشخصيات اللي بتقابلها في اللعبة، والمفروض انه بيأثر على كل سكان العالم وبتزيد حدته كل ما تموت في اللعبة، وصدقني هتموت في اللعبة كتير جدا. المرض ده بيحد من قدرة بعض الشخصيات على الكلام معاك، وبالتالي بيمنع فرصة انك تمشي في مسار المهمات اللي بتفتحه الشخصية دي لما تتكلم معاهم اكتر. بوجه عام تجربة اللعبة فريدة من نوعها، ممكن تعجب اللي بيحبوا العاب سولز وكمان اللي استسلموا وما قدروش يكملوا اي جزء من السلاسل دي، واحتمال كبير تكون بداية لنوع جديد من سلاسل الاكشن من تطوير From Software. وبالنسبة لي هي عودة لسلسلة تنشو بشكل جديد واعمق ومناسب اكتر لالعاب الجيل الحالي. الرسوم في سيكيرو وتصميمات المراحل حلوة جدا وبتدخلك في أجواء القصة في اليابان وعصورها القديمة، لكن مش مبهرة أبدا، يعني مفيش أي تغيير ثوري سواء في الشكل أو المؤثرات. المؤثرات بوجه عام كمان شكلها جميل، حاجة زي شكل السيوف في صد الضربات والشرارة اللي بتنتج عنها، لكن في نفس الوقت ما تتوقعش من اللعبة مثلا مقاطع سينمائية مبهرة. اللي لفت نظري ان اللعبة معمول لها اوبتمايزيشن اكتر من رائع، يعني بسهولة شغل اللعبة على اعدادات هاي على جهاز كمبيوتر بكارت 1050 تي اي على هاي و60 فريم ثابتين. لفت نظري كمان تصميم الشخصيات اللي كان متنوع، وخصوصا البوسز واللي بيختلفوا في شكلهم وتحركاتهم عن البوسز في العاب سولز اللي بتميل اكتر لوحوش ضخمه جدا بتحسسك انك بتتخانق مع جدار حجري. هنا في سيكيرو الشخصيات منها الضخم اللي حركته تقيله وقوته مفرطه، او الخفيف اللي بيتحرك برشاقه وممكن يبغتك بحركه مفاجاه، لكن اللي بيجمعهم ان اي لحظه هتفقد فيها تركيزك هيكون عقابك شديد جدا جدا. اللعبه كان ليها نصيبها من الجوانب السلبيه برضه، زي ان الانيميشن اللي بتخلص بيه على اي جندي عادي هو تقريبا واحد وبيتكرر في كل مواجهه، الامر اللي احيانا كان بيخليني اصاب بالملل، خصوصا ان اللعبه ادتني احساس ان اسلوب القتال فيها كامل من كل الجوانب لحد ما اكتشفت التكرار المستمر اللي بيسببه الانيميشن ده. المشكله الثانيه كانت مع زوايا الكاميرا اللي احيانا ممكن تكون سبب موتك وانك ما تقدرش تتفادى هجوم او تشوف عدو معين. والمشكله كمان اللي صادفتها هي الايم اللي كان بيختفي احيانا من على البوس اللي قدامي، وكل الضربات او تفادي ضرباته بيبقى في الاتجاه الخطا. لكن على كل حال ده ما كانش كفايه ان الموضوع يكون منفر ويخليني اكره اللعبة او اسلوب القتال فيها، بالعكس كنت مستمتع جدا، بس كنت هبقى مستمتع اكتر لو كانت المشاكل دي مش موجودة. في النهاية نقدر نقول ان اللعبة وبرغم عيوبها القليلة قدمت تجربة رائعة جدا بالنسبة لي، مع اني شخص مش بفضل نوعية العاب سولز، بس سيكيرو في نفس الوقت خلتني واثق جدا انها تعجب اللي بيحبوا النوع ده من الالعاب. شدني في اللعبة وجذبني ليها التشابهات الصغيرة اللي بتجمعها مع تنشو، واحدة من سلاسل From Software القديمة والمحببة ليا بشكل خاص. الاكشن السريع وشدة الصعوبة اللي هتعقدك في اوقات كتير جدا
هتخليك تحاول مرات ومرات لحد ما تقدر تدوق طعم الانتصار اللي ساعتها هيكون بيستحق كل دقيقة قضيتها في المحاولات دي. لعبة سكيرو بالنسبة لي هي المنقذ للإصدارات اليابانية في الفترة دي اللي مش هنقدر نقول عليها غير انها مخيبة للأمان، لكن الحمد لله دلوقتي نقدر ناخد من الموسم ده لعبة سكيرو ونستمتع بيها لحد ما الفترة دي تعدي. في آخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا على القناة لو انت جديد معنا، وسلام.